السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد الخضري من ماكس في لان. الدرس اليوم هو عبارة عن Retrieving Data by Using Subqueries. احنا اخذنا Subqueries باستعمالات كثيرة، اليوم راح ناخذ Advanced لاستخدام Subqueries. اليوم راح نتعلم Using the Subquery as a Source Table، Multiple Column Subquery، Pairwise Comparison Subquery، Non-pairwise comparison subquery، scalar subquery، correlated subquery، exist and not exist، and with value. هاي الأمور كلها راح نتعلمها في الدروس القادمة. اليوم راح نتعلم أول أربعة اللي هي using the subqueries as a source table، والmultiple column subquery، والpairwise comparison subquery، والnon-pairs pairwise comparison subquery. اليوم احنا حنركز على التمارين العملية، لانه التمارين العملية هي اللي حتعطينا الفائدة وانك تفهم بالضبط شو الاشياء اللي عم بحكي فيها. فهلا خلينا نروح على الـ SQL Developer ونبدأ التمارين عشان نفهم شو معنى هاي الاشياء. اول موضوع حنتعلمه هو using the subquery as a source table، انه انا دائما كنت اسوي select من التابل مباشرة، من اسماء التابلز، واسوي جوين بين التابلز. لكن هل انا ممكن استخدم سب كويري ان تكون زي كانه هي عباره عن سورس تابل؟ طبعا ممكن استخدمها والى استخدامات كثيره. فرضنا انه انا عندي هاي الكويري سيلكت اللوكيشن اي دي السيتي فروم لوكيشن، هاي شو راح تجيب لي؟ راح نسوي كونكشن على الاتش ار، راح تجيب لي هاي بشكل عام كل لوكيشن واسم السيتي تبعها. في عندي تابل اسمه لوكيشن، هاي لوكيشن 1000 معناها روما، 1100 فينيس، 1200 طوكيو، whatever. طيب انا في عندي تابل الديبارتمنتس، تابل الديبارتمنتس فيه اللوكيشن اي دي فورين كي يعود على هذا التابل. لما اقول له سيلكت ديبارتمنت اي دي، ديبارتمنت نيم، لوكيشن اي دي فروم ديبارتمنتس، انه جيب لي رقم الاداره واسم الاداره واللوكيشن تبعها. اللوكيشن 1700 موجود في تابل لوكيشنز. هلا انا فيني اسوي جوين بكل بساطه بين تابل اللوكيشن والتابل ديبارتمنتس، واسترجع معلومات زي انه انا بقدر اطلع الديبارتمنت اي دي والديبارتمنت نيم والسيتي. السيتي موجوده في تابل ايش اللي هو اللوكيشن. هلا انا فيني هاي مثلا هاي الكويري كلها استخدمها از اسب كويري واعطيها اسم معين. خلينا نشوف كيف. انا عم بقول له سيلكت ايش الديبارتمنت اي دي والديبارتمنت نيم من تابل الديبارتمنتس. هلا تابل الديبارتمنتس هذا قلت له فروم ديبارتمنتس واعطيته ال اسمه ديبت. هلا انا جبت هاي الكويري كامله، قلت له select location ID والcity from locations واعطيتها ايش اسم location. اذا انا هاي السبكويري استخدمتها as a source table وسميتها LOC. يعني زي كأني انا سويت table، زي كأنه في عندي table اسمه LOC، بس هذا LOC عبارة عن هاي السبكويري. اذا انا فيني استخدم ايش؟ فيني استخدم السبكويري as a source. فانا هون عم اجيب من هذا السورس اللوكيشن اي دي، بعدين بسوي جوين بقول له ان اللوكيشن اي دي الموجود في هذا التابل زي كانه تابل يساوي اللوكيشن اي دي الموجود في تابل ديبارتمنت. اذا هاي الشغله بنسميها وي نيمت سب كويري ان لاين فيو. اذا هاي بنسميها ان لاين فيو. اذا انت لما تستخدم السب كويري اوكي as a source زي كأنه عبارة عن source table بنسميها in line view. اوكي اذا خلينا نحكي we name this query، we name this sub query in line view، بنسميها in line view. اذا فهلا انا اعتبرتها عبارة عن table، بسوي join عادي بكل بساطة. فهلا شو حسوي؟ ننفذها، راح اجيب لي ال department id وال department name وال city ايش لل الديبارتمنت. فانا زي كاني انا ايش استخدمت هاي از ا سورس تيبل. هلا انا فيني احط تيبل لوكيشنز مباشره واسوي جوين عادي، بس انا الهدف منها افرجيك انه انا فيني استخدم السب كويري از ا سورس تيبل. طبعا هاي بتلزمنا في بعض الامور الكومبليكيتد، فاحنا بنضطر انه احنا نسوي سب كويري از ا سورس تيبل. راح نعطيك ريال اكزامبل في المثال القادم. طيب هلا انا بدي ابني تيبل اسمه ستودنتس، وبدي ابني تيبل اسمه ستودنتس ميجر. طيب هلا بشكل عام هذا المثال مثال عملي، افرض انه هذا مثال لاحد الجامعات. انا مثلا بالجامعه في عندي تيبل اسمه ستودنتس، خلينا نسوي دروب لهذا التيبل. اوكي
طبعا انا لازم اسوي كمان دروب لاول شيء الديتيلز الابناء، بعدين اسوي دروب لمين؟ للماستر. طب هاي راح نسوي دروب. اوكي طيب، هلا انا بدي ابني تيبل، هذا التيبل اسمه ستودنتس. بكل بساطه هذا التيبل فيه ستودنت اي دي والستودنت نيم. الستودنت اي دي عباره عن نمبر وبرايمري كي، والستودنت نيم عباره عن فار كارت ومي. اذا تيبل بسيط جدا، اذا في عندي انا رقم الطالب واسمه. هلا انا بدي اضيف على هذا التيبل ثلاثه فاليوز، بدي اضيف واحد اسمه احمد علي، اثنين امير جمال، وثلاثه ساره نايف، واسوي كوميت. اذا انا بدي اضيف ثلاثه ريكورد على هذا التيبل، طيب قال لي one row inserted، one row inserted، one rows inserted وcommitted. طيب هلا بدي استلم عن التيبل. اذا التيبل صار فيه عندي ثلاث طلاب. اذا لحد الان الموضوع بسيط جدا، سويت تيبل دخلت عليه ثلاث طلاب. هلا بشكل عام بالجامعات بيكون في عندي تيبل رئيسي للطالب، وبعدين تيبل اللي هو التخصصات عشان اعرف التيبل الستودنت شو تخصصه. طيب كيف تنبنى تيبل التخصصات؟ انا بدي اسوي تيبل اسمه ستودنتس ميجر. اوكي انا سويت له دروب اول شيء، بدي ابني تيبل ستودنتس ميجر انه فيه التيرم الفصل، اوكي، والستودنت اي دي والميجر. طبعا هلا الترم والستودنت اي دي عباره عن برايمري كي، اذا الفصل الدراسي ورقم الطالب ما بتكرره بهذا التيبل. الميجر هو عباره عن اسم تخصص الطالب. انا ليش الاستراكشر للتيبل بهاي الطريقه؟ لانه انا طالب دخلت على الجامعه، بالفصل الاول كنت دارس اي تي، بعدين كملت الفصل الثاني اي تي، بعدين اجيت بالفصل الثالث غيرت تخصصي، سويت بدل اي تي سويت نتورك مثلا. فانا لازم يكون عندي الاستراكشر التيبل انه انا بكل فصل شو كان تخصصي وهل غيرته او لا. اذا هيك هي بشكل عام الاستراكشر انبنى. فاذا انا راح اجيب الترم عباره عن فار كارت وستة رقم الفصل الدراسي، الستودنت اي دي نمبر، الميجر عباره عن فار كارت كونسترينت، قلت انه الترم والستودنت اي دي ما بتكرروا. اذا البرايمري كي هون كومبوزيت مكون من الفصل الدراسي ورقم الطالب. هلا في عندي كونسترينت انه الستودنتس اي دي الموجود هون عباره عن فورين كي يعود على تيبل الستودنتس اللي فوق، صح؟ طيب اذا انا راح ابني التيبل بكل بساطه، قال لي تيبل كرييتد. اذا صار في عندي تيبل اسمه ستودنتس ميجر. طيب هلا انا بدي اضيف هدول الفاليوز. اوكي هلا انا الفصل الدراسي 2014-01، يعني الفصل الدراسي من عام 2014 الاول، هون اثنين الفصل الدراسي الثاني من عام 2014. هيك الفصول الدراسية بتنعمل في احدى الجامعات مثلا، هذا انه استراكشر هيك انبنى. طيب انا بدي اضيف اذا التيبل فيه الترم والستودنت اي دي والميجر، انه انا الطالب الرقم اول لرقم واحد دخل بال 2014-01 تخصص اي تي. طيب هاي حنسوي انسرت، بعدين شو سوى؟ غير تخصصه بالفصل الثاني، الطالب نفسه رقم واحد صار كمبيوتر ساينس. طيب هلا في عندي الستودنتس اثنين دخل اكاونتينج، والفصل الثاني برضه طلع اكاونتينج، اذا حنسوي كرييت. هلا الطالب اللي رقمه ثلاثه دخل ماركتينج بالفصل الاول، ضله ماركتينج بالفصل الثاني، بالفصل الثالث حول على الادمنستريشنز. اوكي راح نسوي انسر ثلاث ريكورد، بعدين حنسوي كوميت. هلا خلينا نستعلم عن التيبل، select the student ID والterm والmajor from students major order by 1 و 2. شو حنسوي؟ الموضوع جدا بسيط، انه الطالب رقم واحد دخل ب 2014-01، الفصل الدراسي الاول من عام 2014 كان IT، الفصل الثاني من عام 1914 صار computer science. اذا هون عشان افرجيني شو تخصصات الطالب اللي صارت في التغييرات اللي صارت بالفصول. اذا انا هاي الهيستوري بتهمني للجامعات، صح ولا لا؟ طيب الطالب رقم 2، اوكي هاي الطالب رقم 2، الفصل الاول كان اكاونتينج، الفصل الثاني ضل اكاونتينج، اذا ما تغير عليه شيء. طيب الطالب رقم 3، اوكي بلش بماركتينج بالفصل الاول، الفصل الثاني صار ماركت ضل ماركتينج، الفصل الثالث غير ادمنستريشن. طيب هلا ناو الاكزامبل بقول لك وي نيد ا ريبورت تو شو ايتش ستودنت وذ هيز ميجر. انا بدي اطلع لي كل طالب وتخصصه، مزبوط. هلا انا ما بهمني الهيستوري، انا بشكل عام لو طلب مني تقييم الجامعات قال لي جيب لي عدد الطلاب وتخصصاتهم، ارقام الطلاب وتخصصاتهم. طبعا انت كيف بتجيبها؟
بناء على اخر فصل وصل له هو التخصص. انا ما بهمني شو كان دارس وشو كان غير. اذا انا هون صار عندي اللوجيك، كيف اذا انا بدي اعرف اذا هذا الطالب مثلا واحد كيف بدي اعرف شو تخصصه؟ بشوف الماكسيمم تيرم. اذا هون انه الماكسيمم تيرم بالطالب واحد هو كمبيوتر ساينس، مزبوط ولا لا؟ اذا هاي هي بشكل عام. لو اخذت دوله بكل بساطه على اكسل شيت عشان نشرحها اكثر. اوكي، هاي اكسل شيت، انا بهمني كل طالب وتخصصه، صح ولا لا؟ كل طالب وتخصصه. اذا خلينا نحكي هون نكبرها هيك. اذا بكل بساطه انا عندي الطالب رقم واحد، شو الماكسيمم تيرم تبعه؟ الماكسيمم تيرم اللي هو هذا 2014-02، اذا هذا الماكسيمم. اذا انا بهمني هذا اجيب الريكورد هذا. طيب الطالب رقم اثنين في عنده ايش؟ تو ريكوردز. انا بهمني الماكسيمم، مين الماكسيمم هذا؟ اذا انا بدي اجيب هذا الريكورد، مزبوط ولا لا؟ طيب الطالب رقم ثلاثه 2014-01-02-03، اذا بهمني انا بالنهايه اني اجيب هدول الثلاثه ريكوردز، صح ولا لا؟ ما بهمني الهيستوري. اذا the logic that the latest major should appear in the report. طيب انا كيف بدي اطلع الماكسيمم تيرم؟ بقول له جيب لي الستودنت اي دي والتيرم والميجر فروم ستودنتس ميجر، انه جيب لي هذول المعلومات 1 2 3. وير التيرم، لكن بشرط انه يكون التيرم هذا الكولوم يساوي سلكت الماكسيمم تيرم. جيب لي الماكسيمم تيرم بس مش من كل التيبل، سلكت الماكسيمم تيرم فروم ستودنتس ميجر نفس التيبل. اوكي، بعطيه اليس اسمه بي، بقول له بشرط انه البي دوت ستودنت اي دي يساوي الاي دوت ستودنتس اي دي الموجود فوق، مزبوط ولا لا؟ اذا بكل بساطه انا بقول له جيب لي هذول الثلاثه ريكورد 1 2 3 كولوم، بشرط انه تجيب لي الماكسيمم تيرم للطالب، مش الماكسيمم تيرم لكل التيبل، الماكسيمم تيرم للطالب. فانا بسوي منه كوبي التيبل زي كانه كوبي. اذا بقول له سلكت ستودنت اي دي تيرم ميجر فروم ستودنتس ميجر اي، هذا التيبل الرئيسي، لكن بشرط ان تيرم جيب لي الماكسيمم تيرم فروم ستودنتس ميجر نفس التيبل. اعطته اليس مره اون هون اي ومره هون بي، بشرط انه يكون الستودنتس اي دي الموجود في هذا التيبل يساوي الستودنتس اي دي الموجود في هذا التيبل. فانا هون سويت ايش بنسميه هذا بنسميه كورليتد. يعني انت لما تسوي سب كويري وتسوي ريفرنس من السب كويري على التيبل اللي فوق بنسميها كورليتد. اذا هاي هي بشكل عام. اذا انا راح اجيب الماكسيمم تيرم لكل طالب، هاي وحده 2 3. اذا شو راح نسوي؟ راح ننفذ هذه سلكت ستيتمنت. شو راح تجيب لي؟ راح اجيب لي ثلاثه ريكورد، انه الستودنت واحد كمبيوتر ساينس، والله صح كلامه. طيب الستودنت 2 الاكاونتنج، الستودنت 3 ادمنستريشنز. اذا هدول الريكوردات اللي باللون الاحمر، هدول خلينا نغيرهم للون الاحمر مثلا، هدول ما اجوا، هدول ما اجوا، وهي كمان هذا وهذا ما اجى. اذا انا جبت بس اللي باللون الاصفر، لانه قلت له الستودنتس اي دي الموجود في هذا التيبل يساوي الستودنت اي دي في هذا التيبل، فدائما بجيب مين؟ بس بجيب التيرم الماكسيمم تيرم للطالب. اذا هاي هي بشكل عام. طيب انا هلا هاي الكويري فهمتها صح؟ طيب انا بدي اجيب هلا بالاضافه للستودنتس اي دي والميجر والتيرم، بدي اجيب كمان معلومه اللي هي اسم الطالب. طيب اسم الطالب وين موجود؟ بتيبل الستودنتس. فانا هاي كلها بحطها سب كويري، مزبوط ولا لا؟ فبقول له سلكت هاي، حطيتها كلها، شايفين هاي الكويري اللي طلعتها هاي قبل شوي، هاي فوق سويتها كلها سب كويري واعطيتها اسمه اس تي ميجر، وسويت جوين مع تيبل الستودنتس سميتها اس تي، قلت له بالنهايه الستودنت اي دي الموجود في هاي التيبل يساوي الستودنت اي دي الموجود في هذا التيبل. اذا هاي كلها هاي حطيتها في سب كويري، وسويت عليها جوين مع مين؟ مع الستودنتس، بس بشرط ان الاي دي يساوي الاي دي بكل بساطه. فهلا شو حيطلع لي؟ حننفذها، حيطلع لي انه الستودنت ادي رقم واحد اسمه احمد علي، التخصص تبعه كمبيوتر ساينس، الطالب اثنين عامر جمال اكاونتنج، الطالب ثلاثه ساره نايف ادمنستريشنز. اذا انا هاي الكويري اللي اشتغلت عليها، هاي طلعت فيها الماكسيمم، بعتبرها انه تيبل، صارت عباره عن تيبل. فحطيتها كلها هون، سويتها تيبل، اعطيتها اليس اسمه اس تي ميجر، بعدين سويتها جوين مع تيبل اسمه ستودنتس، فزي كانه هذا عباره عن تيبل وهذا عباره عن تيبل. بالاخير سويت الجوين ان الستودنت اي دي الموجود هذا هون يساوي الستودنت اي دي الموجود في هاي السب كويري. بالاخير بيطلع معي الريزلت. اذا هاي هي بكل بساطه. اذا هاي الامور لازم انت تتعلمها، انه امتى انا ممكن استخدم السب كويري از ا سورس. انا بستخدم السب كويري از ا سورس لما يكون في عندي لوجيك معين لازم استخدمه.
فانا بضطر ان اسوي سب كويري اخذ منها ماكسيمم، اخذ منها مثلا جروب باي وات ايفر، بعدين اسويها جوينز مع تيبل ثاني، واعتبر انه هاي السب كويري كلها عباره عن سورس، عباره عن تيبل مثلا اسمه اس تي ميجر. اذا بس بدك تشغل مخك حتلاقي الموضوع جدا جدا بسيط.